حثي على الإبداع وترميم الفجوة بين الدراسة النظرية والناحية العملية الهندسية، قامت جامعة دمشق كلية الهندسة المدنية بفعالية المرتقى الطلابي الهندسي الأول من أجل الارتقاء بالعمل الهندسي بالتعاون مع فريق البنيان التطوعي للتميز الهندسي. مثل هذه الملتقيات، أولاً تقديم الدعم من خلال الدورات لأبنائنا الطلبة، حيث نقدم دورات مجانية لأبنائنا الطلبة وتعليمهم ما هي الهندسة، وسيكون هناك مشاريع مشتركة لكلية الهندسة المدنية والميكانيكية والعمارة والزراعة، نستطيع من خلالها أولاً تشكيل فريق عمل متكامل لحصول على منتج ممتاز يستطيع الدخول إلى حقل العمل مباشرة، وخاصة أننا الآن مقبلين على إعادة الإعمار بعد انتصارات الجيش العربي السوري، وبالتالي نحتاج إلى مهندسين أكفاء. هذا الملتقى له أهمية كثير كبيرة، وخاصة نحن اليوم بمرحلة إعادة الإعمار. هؤلاء الشباب هن جيل المستقبل، هن اللي بدهم يرجعوا بسواعدهم. الجيش كان عم يشتغل بجبهة، وهون عنا جبهة تانية، هو هذا الجيل الجديد، أبناء سوريا اللي بدهم يبنوا البلد إن شاء الله ويعيدوا الإعمار. كليات الهندسة باختصاصاتها المختلفة لها دور كتير كبير بالتكامل وتضافر كل الجهود. المرتقى هو عبارة عن مجموعة كبيرة من المبادرات التنموية، الدورات التخصصية موجهة لكل المهندسين وطلاب الهندسة بشكل عام بكل أنواع الهندسة، مدنية، عمارة، ميكانيك، كهرباء، بكل الأنواع. المرتقى حيضم المبادرات والدورات بمدة لا تقل عن 6 شهور لحتى تنتهي، وبيرد بالمرتقى بيتكرر كل سنة. نربط الواقع النظري بالواقع العملي اللي بينقص شوي من الطلاب، انه نربطهم بهذا الواقع ونقدم لهم خدمات بنكمل فيها الجامعة. فعالية علمية وتخصصية وتنموية ومهنية لكافة طلاب الهندسة لخلق جيل هندسي مبدع، الارتقاء غايته والإبداع عنوانه.